اهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناتكم طريق النجاح. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اهل ديالكم بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم فيديو جديد. ام تي رابيل بالنسبه للناس ديال لا سونتي، دونك ام تي رابيل فيديو اللي درت هذه واحد دو سيمين، دونك اخر اجل ان شاء الله هاد لا سيمين لو 5 نوفمبر يكون اخر اجل للدفع. دونك خليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو، غادي نشرح لكم بالتفاصيل. الناس اللي باقيين ما دفعوش خصهم يدفعوا في اقرب وقت، الناس اللي باقيين ما وصلهمش الفيديو خصهم يشوفوا الفيديو، لان بزاف ناس يوتيوب ما تيبارطاجيش الفيديو مع الاغلبيه الناس. دونك حاولوا الله يخليكم تبارطاجيو الفيديو مع الناس المهتمين بالهجره لكندا، وهذا الفيديو بالنسبه للناس ديال لا سونتي. واخا ما تكونش من الناس ديال لا سونتي، حاول تدعم القناه بالكومنتير واللايك، لان كل نهار غادي يكون فرصه جديده حتى تجي الفرصه ديالك انت، مثلا في الميكانيك او في عمل ديالك التخصص ديالك. يعني ماشي خصني نهضر دائما على جميع المجالات، ولكن اليوم فيديو بالنسبه للناس ديال لا سونتي. دونك حاول دعم الفيديو مع الناس المهتمين بلا سونتي. يلا خليكم معايا، مرحبا بكم. مرحبا بكم. دونك اليوم كما قلت لكم رابيل بالنسبه للناس ديال لا سونتي لي سوان انفيرمي جورني كيبيك، غيكون اخر اجل تسجيل هو لو 5 نوفمبر، باقي 2 جوغ او 3 2 جوغ بور لي انسكريبسيون. دونك لي انسكريبسيون بداو من لو 12 اكتوبر، ديجا درت فيديو عليه، غادي يسالي دابا لو 5 نوفمبر. الله يخليكم، عندكم دو كونديسيون. اول حاجه ديبلوم، ديبلوم يعني تاع لي سوان انفيرمي قريتي مثلا في بروف فورماسيون بروفيسيونيل. ثاني كونديسيون سنه تاع الشغل في ان اوبيتال ولا ان كلينيك بريفي، بو امبورت، سنه ديال مينيموم شغل. هادشي اللي طالبين، وغادي تحصل على عقد عمل بالمجال، ما فيها لا 6000 دولار لا 10000 دولار لا مدام فلان لا مسيو فلان. دونك كاينه طريقه سهله، باغي تقريبا بلوس كو 250 بوست تقدر تكون يعني الحظ ديالك، لان الدومين ديال لا سونتي لي سوان فيرمي يعني بتخصص اللي عنده ديبلوم ما يمكنش اي واحد يدفع عليه. دونك الناس اللي عندهم تخصص وعندهم ديبلوم غاديين يدفعوا. تقدر غدا يعني لي زونتروفيو غادي نبداو لو 15 نوفمبر حتى لو 26، تقدر تحصل على عقد عمل بطريقه سهله جدا وبالمجان. كما قلت لكم باغين فورماسيون سنه تاع فورم ديال اكسبيريونس، وفورماسيون ديال الدبلوم ديال لي سون انفيرمي بالنسبه للناس ديال الجيري، لو ماروك، لا تونيزي اي لو كامرون. حنا تنهضروا على بلوس الجيري، لو ماروك، لا تونيزي. دونك نمشيو نشوفوا يعني لي كريتير دو سيليكسيون. كما قلت لكم باغين un candidat diplômé expérience minimum dans un milieu comparable d'établissement de santé dans 6 mois en médecine chirurgie effectuée au cours des 4 dernières années. يعني ماشي بالضروره تكون درتيها هاد العام اللي فات، يعني 4 dernières années تكون عندك 6 mois في la médecine chirurgie، يعني تكون دخلتي لي بلوك ديال لا شيرورجي وهذا. دونك انتم راكم عارفين تقدروا تزيدوا شي في السي في ما نخافش عليكم. دونك لي كانديدا بالنسبه للدبلوم ريكونو في لي سوان انفيرمي ديال البلد ديالكم، كومون سو ميتر لا كونديداتور. دونك اول حاجه خاصك تكون عندك، غتمشي لا بلاتفورم ديال لانسكريبسيون ديال كيبيك جورني كيبيك. الى ديجا عندك كونت دير سو كونيكتي وتدخل افيك لي زاكسي ديالك اللي عندك ديجا، يعني لو كوريال ولا مو باس. الى ما عندكش غدير كرياسيون انسكريفي فو ا ليفينمون دون فوتر بيي دو ديبلوماسيون. يعني الى كنتي من الجيري غتكليكي على هنا، كنتي من المغرب غتكليكي على هنا، تونيزي اكسيتيرا. دونك امبورطون، une fois la candidature retenue, vous recevrez un courriel ayant l'objet convocation à un entretien d'embauche. Donc il a quand la candidature tient tout cela, يعني بواحد الموافقه من هاد لا بروفانس ديال كيبيك، غادي توصل يعني واحد الكونفوكاسيون دوتروتيان. Vous aurez 5 jours pour compléter cette convocation. عندك 5 ايام، يعني ضروري ردوا البلد الشباب بين هاد لا دات، بين لو 15 نوفمبر لو 26 نوفمبر غتوصلك شي كونفوكاسيون ان شاء الله. عندك 5 ايام باش تكومبليتي هذيك الكونفوكاسيون. الا مشى كوريال لو سبام ولا ما شفتيش ابري 5 جور راه تي اليميني. دونك ردوا البال هاد القضيه، سي تري امبورطون. شحال واحد فات لي فرصه من يدي على قبل غلط بسيط بحال هذا. على سويت دونك لاكسبتاسيون دو لا كونفوكاسيون، فو ريسيفي ان دوزيام كوريال ايو لوبجي كونفيرماسيون دو فوتر انتروتيان دومبوش. يعني غادي تكونفيرمي لونتروتيان دومبوش تاعك بلوس لو ديتاي غادي يكونوا في لو كوريال ان شاء الله. دونك لي انسكريبسيون غنكليكي مثلا على سبيل المثال المغرب او الجزائر، تشوفوا المغرب مثلا، غتلقاو لو بوست هنايا. دونك انفيرمي غتكليكي عليه، غادي تجيو لهنايا تشوفوا لتحت لو نيميرو دو ريفيرونس هو هذا، لو نومبر دو بوست 249 بوست لي طالبين. يعني كم ما شاء الله، يعني كبير، ماشي واحد ماشي جوج ماشي 10، راه 250 بريسك.
à traitement le réseau de la santé et des services sociaux. Il y a 17 régions, toutes les régions du Québec, il y a presque 17 régions administratives qui ont les offres d'emploi. Qui m'a dit que j'ai Bogamo, l'Abitibi, Saguenay, le réseau de santé de Québec, les infirmiers, ou احسن فرصه باش يجي لكندا عن طريق هذا البرنامج لانه بالمجان وما باغيش شي واحد يعني بزاف وغادي يديروا لك فورماسيون كما تلقاو هنا مثلا في لا ديسكريبسيون ديال لوفر دي طالبين قال لك بان غادي يكون اون فورماسيون ديال 9 mois environ فورماسيون de 9 mois وهاد لي فري ديال لا فورماسيون اي سيرون بريز اون شارج بار لو غوفرنمون دو كيبيك يعني غادي تكون واحد لا فورماسيون دي ايكيفالونس ديال لو ديبلوم تاعك ديال الخبره ديالك و 9 mois ادبي من يجي غادي يكريو ليك غادي يعطيوك لا فورماسيون غراتويت وغادي يعطيوك لي سيفونسيون باش تعيش بوندون هذيك لا بيريود ومع وعد اون بليس كو سا عندك الحق باش تخدم ايد سوانيو ولا شي حاجه قبل ما تكون انفيرمي ولا انفيرميير عندك الحق باش تكون غير بريبوزي مثلا بينيفيسيير ولا ايد سوانيونت 20 ساعه في الاسبوع عندك الحق تخدم فيها واخا راه معاونينك باش تعيش ومعاونينك باش دير لا فورماسيون دي كيفالونس اللي فيها 9 موا وغادي عندك الحق ميم تخدم 20 ساعه في الاسبوع هذيك الطريقه احسن طريقه باش تجي لكندا عن طريق هاد لي كونترا طرافاي ومن بعد تتقلبها اقامه دائمه داكوغ الدراري عندك الحق دو بلوس لو كونديدا سويت فينو اكومباني يعني ان كونجوان ولا ان كونجوانت ليكزرسيس دونك Voilà, et ses enfants ont un permis de travail ouvert privé pour le conjoint et la conjointe. Donc, il a accès gratuit à l'école publique pour les enfants de moins de 18 mois. Alors, c'est impeccable. Là, chez Haja, les Khayel, il y a un DJ, un DJ Makouli, des trucs, ou DJ Makzouj, ou Zouj, là où il a des crafts à bord jusqu'à 18 mois. Ou je suis un permis de travail ouvert et je suis un contrat de travail, un permis de travail, je suis un bras. Nous avons un permis de travail, je suis un avec le service de santé légitime à l'accompagnement. Donc, voilà. Diplôme d'enseignement supérieur qualifié en soins infirmiers au Maroc, détenir maintenant un an d'expérience dans un milieu clinique comparable aux établissements de santé et de services. Bon, j'ai le chercheur le wall. Donc, à la réussite d'un test de français sera exigé ultérieurement. Donc, le test de pharmacie, mais c'est obligatoire, à dire qu'on a une bête, Inch'Allah, une dose, l'entretien, à dire que ça rigole que c'est le dose, un test de pharmacie. وغادي ديك الساعه يكون غير فهمتي فاكولتاتيف ماشي شي حاجه اللي انا ديجا مدوزوك باش تكون في لا بري سيليكسيون دونك فوالا دونك لي فاكسان اكسبتي هما لي فاكسان موديرنا كيما في المغرب بي فايزر دونك هادو هما لي اكسبتي سينو سينو فارما ما يكونش اكسبتي دونك الا كنتو تقدروا ديروا الفاكسان قبل من هاد لا بيريود ديال لي زونتروفو voilà, donc radit chijloukoum flore des infirmiers, bien sûr, après tout est payé par le gouvernement. Donc, achou talbin, certification farancier parlé avancé, anglais machi mouchkil, farancier compréhensé avancé, puis l'écrit, puis la lecture. Donc, l'anglais ma talbin, rémunération. Donc, le salaire, les raïa ou bien 24 $, ou bachatabda bien sûr, ou à l'échelon 1, 24 $. Ou l'échelon 18, il y a après l'expérience, après les années, à tout seul tel 45 $. C'est le double d'il y a le salaire et le bachat de vida. Donc, selon les normes, donc selon l'expérience des index, selon les diplômes des index, il y a un bachelor les soins infirmiers, mais il y a un DEP pour les soins infirmiers. Donc, je suis de famille. Poste, c'est syndiqué, ça c'est oui. Donc, quand on dit syndiqué, ça veut dire que tu es un poste permanent syndiqué, ça veut dire que tu es protégé par la loi de le syndic donc les employeurs mais tu comptes chez le حق باش يجري عليك في اي وقت بغا ولا يقول لك مثلا شي حوايج تكون سانديكي تكون بروتيجي بار لو سيرفيس ديال هذاك لا شان ديال لو لوكال ديالك دونك مينيموم دور اللي تخدم هو 30 ساعه في الاسبوع حتى 37 هي لا موين دونك disponibilité une fois semaine sur deux, c'est courant au Québec. Les infirmiers travaillent une fois semaine sur deux, donc avec un horaire stable en rotation. Ils travaillent le jour, le soir, la nuit. C'est le défaut de le métier, mais c'est un choix qu'ils ont, donc ils sont cumulés, ou ils ont un peu peut-être. Donc classification nationale, il y a 32, il y a la classification du CNP, donc je note bien les documents. Apportez une copie de vos diplômes au moment de l'entretien. Donc, l'entretien sur place, le CV avec une copie du diplôme plus le CV plus lettre de motivation. Donc, là, les critères établis
فوالا. دونك نمشيو نشوفو واحد لو موديل دو سي في اللي هما حاطينه لكم، وهذا غنحط لكم الرابط ان شاء الله كما تبان لكم الطريقه باش تصيب سي في بطريقه يعني كنديه سامبل، ما فيهاش قوه لي ديزاين، قوه لي كولور، قوه الهضره. دونك غادي نخلي لكم الرابط، وخا راه ديجا في لاشين ديالي راه حطيت فيديو يعني تن اكسبليكي في كاع لي زيتاب ديال السي في باش تحترم المعايير. دونك كما تيبان لكم انا نخلي لكم الرابط باش تقراو، لان فورماسيون اكسبيريونس ساهل هادشي، سي با غير هو بزاف الناس تيغلطوا، خصهم يديروا مثلا لي طاش بور شاك امبلوا. مثلا هنا عندك واحد لو تيتر دومبلوا، لاني مثلا لي موا اللي خدمتي فيهم، لونتربريز يعني لو بيي فين كاينه، وكتب لي طاش. هاد لي طاش هما اللي عليهم العمده بزاف، هما لي طاش اللي خدمتي في الخدمه، يعني ماشي غير لو تيتر دومبلوا وصافي. شحال من واحد راه تيصيفط لي سي في في الانستغرام وتلقى هادشي يعني ريكورون، يعني متعاود بزاف، الناس ما تيكتب ما يكتب لي طاش ولا معكازه شي شويه. مي بون، دونك غنخليكم هاد الرابط فوالا. سا سيرفي دو باج ماكسيموم، ما كاين حتى شي انفورماسيون بيرسونيل كما تيبان لكم هنا، لا السن، لا واش ماري، لا التصويره، لا فين زعما فين زيد. دونك لادريس، سميتك، لادريس، ادريس كوريال فين نشوفوك، ما يعني ما خصهاش نكونوا دي كريتير بيرسونيل دو ديسكريميناسيون، يعني انت ابيض ولا انت عزي ولا انت هذا ولا انت ساكن هنا ولا انت من زيد في عين حروده. دونك هادشي كامل ما بغيتش يعرفوه، تيعرفوا ما سميتك، في الادريس فين كونتاكتيو وفين تواصلوا معاك سيتو، ابخي تنشوفوا ليكسبيريونس ديالك. ما تنعرف ما تنبغيش نشوفوك انت واش عزي ولا ابيض ولا زوين ولا خايب ولا فين زيد. دونك هادشي اللي كاين. دونك فوالا، نخلي لكم هاد المعلومات تقراو على خاطركم، لان باش ما نطولش الفيديو. بالنسبه للسي في راه تنهضر فيه مرارا وتكرارا. فوالا، دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا. جيسبيغ تبارطاجيو المعلومه مع الناس اللي فريمون مهتمين. كما قلت لكم لو 5 نوفمبر اخر اجل، يعني لما راني قد بلغت الناس، راه مساكن محتاجه غير ما وصلهمش المعلومه. سي دوماج، يوصلوني بزاف لي ميساج في الانستغرام، شي دي فيديو اللي لحت في لو باسي ما شافوهمش وما كرهوش كون تسجلوا فيهم، مي ما وصلتهمش المعلومه في لو بون مومون. سي فريمون دوماج، صافي مال او كور. الله يخليكم، وصلوا المعلومه للناس اللي محتاجين باش يهاجروا. تقدر الا ما عاونتيش راسك اليوم مثلا انت في لا ميكانيك، ساعد واحد اخر فرملي وبارطاجي مع المعلومه، تقدر توصلوا بارطاجيوها في المواقع التواصل الاجتماعي، يعني في الجروب في هذا، باش توصل الناس المعلومه. وفوالا، يعني راه غادي معاهم حسنه ان شاء الله، تعتق امهم وتعتق وليداتهم وتعتق واحد الاسره اللي كانت محتاجه باش تجي لكندا وتحسن الوضعيه ديالها. نتمنى لكم خير ان شاء الله كاملين، بالتوفيق، والى فيديو اخر ان شاء الله.